في واحدة من أكثر مباريات الكلاسيكو إثارة، قدر ريال مدريد يحقق فوز مهم على برشلونة اللي قدم شوط أول سيء، كانت نتيجته استقبال هدفين، لكن برغم كده الفريق قدم شوط تاني مميز وكان قريب جدا من التعادل. بقيادة مديره الفني زين الدين زيدان، بدأ ريال مدريد المباراة ب4-3-3 مع تعديل وحيد عن مباراة ليفربول بوجود فيدي فالفيردي بدل أسانسيو. الناحية التانية بدأ رونالد كومان ب3-4-2-1 اللي اعتاد استخدامها مؤخرا، لكنه أخرج أنتوان جريزمان من التشكيل عشان يدخل رونالد أراوخو ويحرك فرانكي دي يونغ لنص الملعب. بدأ ريال مدريد المباراة بالضغط بكتلة عالية بال4-1-4-1، فكان الثلاثي الأمامي بيضغط على ثلاثي دفاع برشلونة، كروس بيراقب ديونج ومودريتش بيراقب بوسكيتس، وكاسيميرو بيغطي المساحة اللي بيتحرك فيها بدري. ريال مدريد كان بيجبر برشلونة على التمرير ناحية الطرفين، وقتها كانت الأظهرة بتطلع تضغط أظهرة برشلونة وتغريهم بالتمرير في العمق عشان يكون في انتظارهم بكماشة ب4 لاعبين، فيقطعوا الكرة في أشد مناطق ضعف برشلونة ويبدأوا التحول السريع. بمجرد ما بيقطع ريال مدريد الكرة، كان بنزيما بينزل عشان يسحب معاه أراوخو في الوقت اللي مستعد فيه فينيسيوس للجري في المساحة ورا أوسكار مانجويزا. برشلونة كان بياخد وقت في التمرير بسبب عدم وجود دي يونج كمدافع بيقدر يتحرك بالكرة لمسافة طويلة ويكسر خطوط ضغط خصمه. ريال مدريد كان بيرجع لمناطق أعمق بعد ما يضمن ان لعيبته مغطية مساحتهم بشكل مناسب. في حالة الاستحواذ، برشلونة كان بيميل اكتر للتمرير العمودي ناحية المركز، فهدفهم كان دايما البحث عن ميسي بين الخطوط، خاصة في المساحة اللي كان بيسيبها توني كروس لما يطلع يضغط من قدام عشان بعد كده يمرر لديمبلي مستغلا سرعته. الامر اللي ما حصلش كتير بسبب قرب الخطين الثاني والثالث لريال مدريد، لكن رغم كده ففي الفترات القليلة اللي قدر فيها ميسي يستلم في المساحة دي كان برشلونة بيقدر يوصل لمرمى كورتوا، لكن استغلالهم ما كانش بيتم بالشكل المثالي. أثناء التحول من كتلة عالية لمتوسطة ثم عميقة، كان شكل ريال مدريد بيبقى 5-4-1. فاسكيز كان بيتحول لقلب دفاع ثالث وكان له مطلق الحرية في الصعود والعودة عشان يغطي المساحة اللي ممكن يستلم فيها بدري الكرة في نص المساحة الشمال، في الوقت اللي فالفيردي كان بيتحول فيه لظهير جناح عشان يلازم خوردي ألبا ويقضي على أكتر منطقة ممكن برشلونة يشكل منها خطورة، في حين أن لوكا مودريتش بيغطي أي مساحات ناتجة عن تسليم الرقابة. دور فاسكيز ما كانش بس مهم في الحالة الدفاعية، لكنه كان مساهم بشكل فعال عند استحواذ مدريد وخروجهم بالكرة. زيدان حاول يستغل جهد فالفيردي الكبير وحركة فاسكيز، فعند الخروج بالكرة كان فاسكيز بيدخل من الطرف لنص المساحة ويسحب معاه ألبا لجوه، وبالتالي يخلق مسار تمرير لميليتاو ناحية فالفيردي اللي ماسك الخط وساحب معاه لونجلي. أثناء ده كان فاسكيز ومودريتش بيتحركوا في المساحة اللي اتخلقت ورا لونجلي. الأمر كان بيتم بنفس الكيفية في الناحية الشمال، لكن مش بنفس القدر. الفكرة كانت استغلال قدرة فالفيردي على الجري بالكرة عند امتلاكها واللياقة الكبيرة عند ضياعها في اليمين وسرعة فينيسيوس في الشمال، الأمر اللي تم بشكل مثالي في الشوط الأول. قبل دقايق قليلة من نهاية الشوط الأول اضطر زيدان يخرج فاسكيز المصاب ودخل مكانه أودريوزولا. بعدها وبين الشوطين كومان خرج باسدست ونزل مكانه جريزمان وحول الطريقة ل4-3-3. نزول جريزمان أعاد لبرشلونة الحلقة المفقودة، فوجود جناح بيميل للخط ناحية الشمال وبيدخل للعمق معناها أن أودريوزولا هيكون في حيرة من أنه يروح مع جريزمان ناحية الخط، وبالتالي هيسيب ثغرة بينه وبين ميليتاو، أو أنه يغطي المساحة اللي بيتحرك فيها بدري، لكن مع تغطية مودريتش كان لسه برشلونة مش لاقي الثغرة دي. وهنا جه دور ميسي. ميسي اللي كان بيتنقل من العمق للناحية الشمال، فكان بيجذب مودريتش وكاسميرو وفالفيردي ناحيته، وبالتالي يدي حرية أكتر لبدري في نص المساحة الشمال والقلب على الخط للعب العرضية بشكل أفضل. الأمر اللي ما كانش بيحصل في الشوط الأول بسبب التزام فالفيردي الكبير معاه، وبالفعل سجل برشلونة من الفكرة دي. فوز ريال مدريد وضعه في الصدارة بشكل مؤقت بنفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد
واللي لسه عنده مباراة أمام ريال بيتيس، في حين أن الخسارة الأولى بعد 19 مباراة بدون هزيمة في الدوري خلت برشلونة يتراجع للمركز الثالث بفارق نقطة واحدة عن ممثلي العاصمة.